وهذا لن يكون، جنبنا هذا النص القرآني جانبا وقلنا خلاص يعني سنتركه، ما البديل الذي عندكم؟ بس بشرط أن يكون البديل قد طبق وأثبت كفاءته وجدارته. إذا جئت لي ببديل من شرق أو من غرب تطبيقه أفضى إلى انهيار الأسرة، أنا لا أريد الأسرة أن تنهار في مجتمعي. الكلام اليوم عن إشعار المرأة بأن لا تقبلي، لا تسكتي، لا تفعلي، التهيج الذي أثمر أن كل كبيرة وصغيرة تحصل في البيت، فعلاجها أن أرفع السماعة إلى الشرطة ومن ثم إلى المحكمة، هذا أنا لا أريده في مجتمعي. كما أني لا أقبل أن يستمر الأذى والإدماء والإذلال للمرأة، لكن دعونا نتكلم بما فيه مصلحة مجتمعنا. إذا جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى مجتمعنا ينبغي أن يرى فينا ذلك. وإذا قلنا أنه مكروه وأنه آخر العلاج الكي وأنه في حال خطأ معين، ليس كل خطأ ترتكبه، وليس له علاقة فقط وليس له علاقة بحظ نفس الزوج أو غضبه، وإذا قلنا أنه حتى لو شطب هذا التشريع من قوانينها، لو ألغي هذا التشريع عندنا، هل سيتوقف الضرب؟ هل سيقل الضرب؟ الجواب أنه في المجتمعات الراقية التي تتكلمون عنها وتريدون أن نجعلها قدوة، وأنا أقبل أن تكون هذه المجتمعات قدوة في الجوانب التي أتقنوها التقنية الكذا، بعض الأمور التي أتقنوها أنا سأستفيد منهم، بعض المبادئ الراقية التي حافظوا عليها من كراهية الكذب من كذا أنا سأتعلم منهم، وديني علمني أن الحكمة ضالة المؤمن. لكن إذا أردتم مني، إذا أردتم الإنصاف، نقول هل المجتمعات التي ترونها راقية والتي لا يعرفون آية واضربوهن وليست عندهم، هل انخفض مستوى العنف الأسري فيها أم أنه أكثر من الذي عندنا؟ الإنصاف واضح. لكن كيف كان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يتعامل مع زوجاته عندما كان يختلف معهم؟ اسمح لي نطلع فاصل نرجع ناخذ إجابة. فاصل ونعود. لو رأك لأحبك، لو رأك لأحبك، لأحبك. عدنا لكم من جديد. يعني معروف الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحسن معاملة المرأة متمثلة في شخص الوالدة التي توفت وكان يزور قبرها بعد 50 سنة، أو الزوجة السيدة خديجة أم المؤمنين وفاء لذكرها، أو حتى السيدة عائشة يعني صغيرة السن وحاجتها للحنان والحب، أو حتى لابنته ابنة أبيها. فكيف كان تعامل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في تعامله بقى مع زوجته في الاختلاف؟ يعني كان إيه حدود الاختلاف وكان بيحصل إيه؟ هذا سؤال جميل للغاية. طيب بيت الرسول ما كان فيه خلافات صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلافات، كان فيه خلافات، خلافات بينه وبين زوجاته، وذكرنا في اللقاء الماضي كيف أنه صلى الله عليه وآله وسلم يوم طلبوا لمدة شهر لما طلبوا زيادة المصروف، زيادة المصروفات والتوسع في أمور الدنيا، ثم إنصافا وعدلا ومراعاة خيرهن، أنا حياتي كذا، حياة زهد، من تريد منكم تستمر معي مرحبا، ومن لا تريد سأوفر لها من المال ما يمكن أن تنصرف به سعيدة وتنفصل. وكان هذا العلاج للمشكلة. أيضا هناك خلاف في بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم بين الجيل الثاني. جاء أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على ابنته فاطمة الزهراء ثم قال لها أين علي؟ الحبيب في صلته في سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها كان عجيبا للغاية. ذكروا أنها كانت إذا دخلت عليه قام إليها صلى الله عليه وسلم وأجلسها محله وقبل رأسها، قبل بين عينيها، كذلك كانت تفعل إذا دخل عليها صلى الله عليه وسلم. ولما دخل عليها ذلك اليوم ولم يرى الإمام علي، قال أين علي؟ والبنت التي تربت على الصدق لا تنظر إلى أبيها في خلافها مع زوجها على أنه نصير ستستقوي به على زوجها، لأن العلاقة عندهم لم تكن قائمة على قضية المعركة. نختلف ويحصل بيننا إشكال، يعني ليست معركة أصلا. الذي ينظر للقضية أنها معركة، المرأة تريد أبوها يقف معها والولد يريد أمه تقف معه وادخلوا في صراع حزبين. لا، لما قال لها أين علي قالت غاضبته فخرج من البيت، يعني حصلت مشكلة بيني وبينه فزعل وخرج. الانسحاب هذا من البيت كان فيه احترام للسيدة فاطمة بأنه ما يريد الغضب يتطور أو يعلو الصوت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحدهم اطلب لي عليا، يعني انظر أين علي، ولم يقل له ادعو لي عليا، هنا تنبه،
كان من الممكن أن يقول نادي هذا علي الذي زعل بابنتي فاطمة، ولو قال له ناديه خلاص رسول الله، ليس فقط والد زوجته، هو رسول الله الذي رباه وهو نبيه. نادي لي، قال انظروا لي أين علي، بس لا تروح تقول له تعال اسمع الرسول لأن الرسول يناديك، لن يستدعيه. يا والد البنت عندما تسمع من ابنتك وهي باكية وغاضبة فعل بي وفعل بي، يا والد البنت إذا كنت حريص على حماية هذا البيت لا تقوم في صورة النصرة الغاضبة وتقول استدعوه هتولي فلان، لا، لم يستدعه مع أن له الحق أن يستدعيه صلى الله عليه وسلم. قال انظروا إلى علي، التمسوا عليا. فجاء المرسل وقال يا رسول الله إنه مضجع في المسجد. فقام رسول الله إلى المسجد ودخل فوجد الإمام علي مضجع وقد سقط رداءه عن بدنه، فنال التراب من جنبه عليه السلام. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يربت الإمام علي على الإمام علي، ينبهه وينفض التراب بيده الشريفة عن جنبه ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب، يلاطفه يمازحه، يعني يا أبو التراب يعني الذي تربت، قم أبا تراب، قم أبا تراب، وأعاد عليه رداءه وأخذ بيده وأعاده إلى البيت وحل المشكلة. كيف حل المشكلة؟ ليست هنا، ليس هذا الشاهد، الشاهد كيف حل المشكلة بالمقدمات. شعر الإمام علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليجمع بينه وبين زوجته ليحل الإشكال، ما جاء لينتصر لابنته على علي في مثل هذه الحالة. هذا نموذج عندما يحصل الاختلاف كيف يمكن للناس أن تتعامل. لما قامت السيدة عائشة ترد على النبي صلى الله عليه وسلم في مشكلة حصل بينهما خلاف وعلى الصوت، وجاء سيدنا أبو بكر ذكرناها بالتفصيل لكن هنا موضعها مرة أخرى، لما قالت قال لها النبي أن احتكم إلى أبيك، يعني نشكي لأبي بكر، قالت نعم، قال لها أتكلم أولا أو تتكلمين، هذا الخلاف حصل في البيت، قالت تكلم ولا تقول إلا حقا، الله تقول للنبي تكلم ولا تقول إلا حقا، لكن لحظة غضب. ورضي الله عن أمنا عائشة الصديقة، علمتنا، علمت رجالنا أن المرأة في لحظة الغضب ينبغي أن تحتمل، كذلك الرجل ينبغي أن يحتمل، لكن الرجل مطالب باحتمال المرأة أكبر في لحظة الغضب واحتواء هذا الغضب. أتكلم أولا أو تتكلمين يا عائشة؟ قالت تكلم ولا تقول إلا حقا. فهب سيدنا أبو بكر على ابنته عدوة نفسها، بمثل هذا تستقبلين رسول الله؟ تفترضين أنه يمكن أن يكذب؟ فلما رأت أباها غاضبا مقبلا عليها لاذت برسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمت به. بمعنى أن الخلافات تحصل لكن ينبغي أن يكون هناك مخزون ما قبل الخلافات يشعر القلوب بعد مرور موجة الغضب العاتية أن هناك ثوابت ينبغي تراعى، يشعر القلوب أن شيء ينبغي أن يحافظ عليه، الحب والعشرة، الحب والعشرة والأمان. صحيح. لما خافت من أبيها مقبلا وهو غاضب لم تجد أمانا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مهي أبا بكر أردناك أن تصلح بيننا لا أن تضربها. ولما خرج سيدنا أبو بكر أخذ يلاطفها النبي يقول كيف رأيت حمايتي لك، ألم أحل بينك وبينه، يلاطفها صلى الله عليه وسلم. إذا جاء رسول الله إلى بيوتنا ينبغي أن يرى هذا النور منعكس على بيوتنا، يرى هذا المعنى من الصلة قائما في بيوتنا. هنا المتكلم الذي يكلمك الآن، هناك إشكالات تحصل في بيتي بيني وبين زوجتي وأنا هنا على الهواء كما يقولون، أعتذر إلى الزوجة من تقصيرات كثيرة قصرتها معها، كثير من الحقوق أنا مقصر فيها، لكن هي تدرك أني لا أريد أن أقصر وأحاول أن أتجاوز هذا التقصير، تدرك أني أحبها وأنا أدرك أنها تحبني. هذا المعنى الذي ينبغي أن يكون قائما في بيوتنا، وهو الذي سيكون الذخر والصمام الأمان عند الاختلاف. الذي يطلب بيوتا لا اختلاف فيها يطلب ضربا من المستحيل في الدنيا تقريبا. الذي يطلب بيوتا كل أيامها وردية كما يقولون هذا يحلم إن شاء الله في الجنة، ربي يكرمنا ويكرمكم بذلك، هذا الذي ما فيها تنغيص هي الجنة. الذي يطلب أن لا يخطئ طرف الذي أمامه في حقه هذا أيضا يطلب المستحيل، لأننا بشر ومن طبيعة البشر أن يخطئوا. الذي يتوقع أنه عندما يخطئ لا يعني لا يقبل أن يتراجع عن الخطأ أو يعتذر عن الخطأ هذا لم يفقه ولم يعرف. الذي يتوقع أنه إذا أخطأ الذي يتوقع أنه إذا أخطأ الطرف الآخر أمامه في حقه واعتذر أنه لا يقبل الاعتذار ويصر على تضخيم المشكلة وخلق إشكال ارتكب ضربا من الخطأ. فإذا لا توجد بيوت بدون تنغيص، لا يوجد بشر لا يخطئون من غير الأنبياء،
لا ينبغي على المخطئ أن يتكبر عن أن يعترف ويعتذر، لا ينبغي على الذي أخطئ